الإعرابي. قال: الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما الإعراب؟ الإعراب تغيير أواخر الكلمة بسبب العوامل الداخلة. ما المراد بالعوامل؟ لا، العوامل مثلا الفعل أو الحرف. تقول مثلا: مررت بزيد. لما جر زيد؟ بالباء. صح. هذا رأيت عمرا. لما نصب عمرا؟ نصب بالفعل. رأيت فعل وفاعل، وهكذا. تغيير أواخر الكلمة يسمى الإعراب. نعم. أصلاً عادة الكتاب ينتهي بس مع القواعد إن شاء الله. أنا أقرأ الإعراب سهل. الإعراب عبارة عن تغيير أواخر الكلمة بسبب العوامل، هذه لا تخفى عليكم. تفضل. وأقول: الإعراب له معنيان. جميل. أحدهما. نعم. شكرا. نعم. أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. جميل. نعم. أما معناه في اللغة فهو الإظهار والإبانة. الإعراب معناه الإظهار. تقول: أعربت عما في نفسي. يعني أبنت عما في نفسي. نعم. تقول: أعربت عما في نفسي إذا أبنته وأظهرته. جميل. وأما معناه في اصطلاحه فهو ما ذكره المؤلف بقوله: تغيير أواخر الكلم إلى آخره. نعم. والمقصود من تغيير أواخر الكلم تغيير أحوال أواخر الكلم. يعني الكلمة تبقى كما هي، وإنما الذي يتغير أحوال الكلمة بعد أن كانت مرفوعة تكون منصوبة، تكون مجرورة، وهكذا. هذا هو الإعراب. ما معنى تغيير أواخر الكلم؟ يعني أحوال أواخر الكلم. ولا يعقل أن يراد تغيير نفس الأواخر فقط، فإن آخر الكلمة نفسه لا يتغير. وتغيير أحوال الأواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر. مفهوم. نعم. حقيقة أو حكما. ويكون هذا التحول بسبب تغيير العوامل من عامل يقتضي الرفع على الفاعلية أو نحوها. أو نحوها. على الفاعلية أو نحوها. نحوها. إلى آخر يقتضي النصب على المفعولية أو نحوها. وهلم جرا. جميل. مثلا. نعم. إذا قلت: حضر محمد. نعم. فمحمد مرفوع لأنه معمول لعامل يقتضي الرفع. حضر محمد. محمد فعل. طب أدخل عليه فعل وفاعل. رأيت محمدا. أدخل عليه حرف جر. مررت بمحمد. فكأن الإعراب أدى إلى تغيير أواخر الكلم بسبب دخول العوامل. هذا هو الإعراب. نعم. وهذا العامل هو حضر. فإن قلت: رأيت محمدا، تغير حال آخر محمد إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي النصب وهو رأيت. جميل. فإذا قلت:
حظيت بمحمد حظيت بمحمد أو خطأ ممكن حظيت بمحمد حظيت يعني شرفت مثلا نعم بمحمد نعم شرفت معناه نعم حظيت بمحمد تغير حال آخره إلى الجر بتغير العامل بعامل آخر يقتضي الجر وهو الباب. جميل نعم. وإذا تأملت في هذه الأمثلة ظهر لك أن آخر الكلمة وهو الدال من محمد لم يتغير. نعم. وأن الذي تغير هو أحوال آخرها. يعني الخلاصة أن الحرف لا يتغير وإنما الذي يتغير حركة الحرف. نعم هذا هو الإعراب. نعم. وأن الذي تغير هو أحوال آخرها. جميل. فإنك تراه مرفوعا في المثال الأول ومنصوبا في المثال الثاني ومجرورا في المثال الثالث. وهذا التغيير من حالة الرفع إلى حالة النصب إلى حالة الجر هو الإعراب عند المؤلف ومن ذهب مذهبه. نعم. ما معنى ومن ذهب؟ لأنه هو أصل الإعراب معناه وبيقول تغيير أواخر الكلمة. إن يرى الشيخ اللي هو صاحب المهد يرى إن الإعراب هذا هو الإعراب، لكن منهم من يرى إن الإعراب عبارة عن إن تنتقل الكلمة من حال الرفع إلى حال النصب إلى حال الخفض كأن العلامات، يعني يقول هذا مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة ومجرور بالكسرة أو ما نابع عنها، يبقى لك أن تقول تغيير أواخر الكلمة وهذا أسهل، أو بسبب العوامل التي دخلت على الكلمة. وهذه الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والجر هي علامة وأمارة على الأعراب، ومثل الاسم في ذلك الفعل المضارع. فلو قلت يسافر إبراهيم فيسافر فعل مضارع مرفوع لتجرده من عامل يقتضي نصبه أو عامل يقتضي جزمه. إذا متى يرفع المضارع؟ إذا تجرد من الناصب أو الجازم، فإن دخل عليه الناصب أولا وكيف ينصب لما برح عليه عاكفين، وإن دخل عليه جازم يجزم لم يلد ولا من ولد. إذن طبيعة الفعل المضارع أن يرفع، متى يرفع؟ التجرد. ومتى ينصب؟ إن دخل عليه عامل الناصب الولد. ومتى يجزم؟ إن دخل عليه جازم لم هي إلى فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لم يسافر إبراهيم تغير حال يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم. من الذي جزمه؟ لم يسافر. لم الأداء لم، كأن المضارع هو الذي يحمل الإعراب، لكن الماضي مبني دائما. نعم. وكذلك الأمر. لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. واعلم أن هذا التغيير ينقسم إلى قسمين. نعم. هذا التغير زي بعض أن هذا التغير التغير أحسن. أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين. واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين لفظي وتقديري. الله. نعم. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق ما لا يمنع من النطق به مانع. مانع. نعم. كما رأيت في حركات الدال من محمد وحركات الراء من مسافر. هو يعني يبين ان الاعراب اما لفظي واما تقدير. لفظي اذا لم يمنع منه مانع تقول جاء زيد، رايت زيدا، مررت بزيد،
وهناك إعراب تقدير يكون في المال. الإعراب التقدير يختص بمن؟ بالاسم المقصور. الاسم المقصور مثل مثلا الفتى والعصا يرفع بضمة مقدرة للتعصي وينصب بفتحة مقدرة ويجر بكسرة مقدرة. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. كذلك الاسم المنقوص، الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل القاضي. كيف يعرب؟ يرفع جاء القاضي بضمة مقدرة للثقل ويجر بكسرة مقدرة للثقل، مررت بالقاضي، وينصب من فتحة الظاهرة، رأيت القاضية. كذلك المضاف لياء المتكلم، جاء غلامي مع علامة رفع هنا ضمة مقدرة، منع من ظهورها واستقر من ناحية الله تعالى. وهكذا. والخلاصة أن الإعراب قد يكون لفظي وقد يكون تقريري. نعم. وأما تقريري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر أو استدخال أو مناسبة. جميل. نعم. تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامه. من يستطيع أن يعرف هذا اللسان؟ يدعو الفتى. الفتى فاعل مرفوع ما علامة رفعه؟ منع من ظهورها؟ تعذر. طب والقاضي معطوف عليه؟ مرفوع بضمة مقدرة، منع من ظهورها؟ صح. طب وغلامي؟ السؤال المحل الله يفتح عليك. وهكذا وهكذا. ولذلك أحب أن أقول الاسم المقصور يعرف بحركات مقدرة. لما سمي مقصورا؟ اكتبوا الاسم المقصور كالفتى سمي مقصورا لأنه محبوس عن الحركة، القصر معناه الحبس، لأنه محبوس عن الحركة. قال تعالى حور مقصورات في الخيام. المنقوص كالقاضي لما سمي بذلك؟ حيث نقصت منه حركتان. القاضي يرفع بأي شيء؟ بضمة مقدرة للثقل، يجر بكسرة مقدرة للثقل، ينصب من فتحة الظاهرة. عرفت سبب التسمية؟ يبقى لما سمي منقوص؟ نقصت منه حركتان، والمقصور محبوس ممنوع من الحركة. الله تعالى. مرفوع فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب والجازم. نعم. والفتى مرفوع لكونه فاعلا. صح. والقاضي وغلام مرفوعان لانهما معطوفان على الفاعل المرفوع. صح. ولكن الضمة لا تظهر في اواخر هذه الكلمات. ايوه. لتعذرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلامه. الله جميلة. نعم. فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة. نعم. مقدرة هي تكون الضمة الخبر كان تكون. نعم. فتكون الضمة مقدرة على آخر الكلمة. نعم. منع من ظهورها التعذر. نعم. أو الثقل. أو الثقل. أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. نعم. وتقول لن يرضى الفتى والقاضي وغلامي. جميل. وتقول إن الفتى وغلامي لفائزان. جميل. وتقول مررت بالفتى وغلامي والقاضي. نعم. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات. هذا هو المقصود. نعم. بالتعذر. بالتعذر. نعم. ويسمى الاسم المنتهى بالالف مقصورا مثل الفتى والعصا والحجى والرحى. الحجى معناه العقل. الحجى العقل.
ويسمى بالحجر. قال تعالى: هل في ذلك قسم من ذي حجر؟ ويسمى بالنهى. هذا هو العقل. نعم الحجى. نعم والرحى. الرحى معروفة آلة قلت لكم يطحن بها القمح. نعم والرضا. أيوة. وما كان آخره ياء لازمة. نعم نعم تقدر عليه الضمة والكسرة للثقل. ويسمى الاسم المنتهى بالياء مفعول. ويسمى الاسم المنتهي. نعم ويسمى الاسم المنتهي بالياء منقوصة. منقوصة. نعم وتظهر عليه الفتحة لخفتها. جميل. نحو القاضي والداعي والغازي والساعي والآتي والرامي. كأن المنقوص يرفع بضمة المقدرة يجر بكسرة المقدرة للثقل وينصب بالفتحة الظاهرة. ولذلك يقولون في الحكم: إن في لفظة القاضي لوعظ ومثل. كيف هذا؟ يعني لا يحرص الإنسان على القضاء لأن فيها العبر كلمة منقوصة فيها نقص. إن في لفظة القاضي لوعظ ومثل. نعم إن في لفظة القاضي لوعظ ومثل. هذا كلام ابن الوردي. ابن الوردي هذا له لامية جميلة موضوعة أرجو أن تقتنيها اسمها لامية العرب. لامية العرب يقول منها مثلا: ليس من يقطع طرقا بطل. ليس من يقطع طرقا بطل إنما من يتقي الإله البطل. حلوة. إنما من يتقي الإله البطل ويقول يقول حازم السلطان أو جانب السلطان واحذر بأسه لا تخالف من إذا قال فعل. شوف عبارة حلوة يعني كلها مبنية على الحكم الجميلة وكلها نصائح. لا تكن أصلي وفصلي أبدا يعني لا تفتخر بنسبك. لا تكن أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل. وهذا كلام جميل. أصل الفتى ما قد حصل يعني إن كنت تفعل الخيرات هذا أصلك. لا ينفعك نسبك. موجود ترجمة هذا الكتاب. هذا الكتاب موجود. نعم موجود ترجمة هذا الكتاب في لغة الله مدانية ابن الوردي. نعم. الله هو كتاب بديع لابن الوردي وكان شرحه الشيخ عبد الرحيم القناوي رحمه الله. وما كان مضافا الى ياء المتكلم تقدر عليه الحركات كلها للمناسبة. له أولاد وكتابي وصديقي وأبي وأستاذي. ويقابل الإعراب البناء ويتضح كل واحد منهما تمام الاتضاح بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على طريقة التي بينا بها الإعراب. الإعراب. نعم. ونقول للبناء معنيان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. هذا هو المراد بالبناء في اللغة. وضع شيء على شيء على سبيل الثبوت كما مثلاً تبنى الحائط أو الجدار. هذا في اللغة. نعم. وأما معناه في الصلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة. نعم. لغير عامل ولا اعتلال. أن تلزم الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. أصبح في كلمات معتلة بتلزم حالة واحدة. هل هذا يسمى بناء؟ يعني المقصود هل هذا بناء ولا معرض؟ معرض. المنقوص معرض. أما البناء فهل تلزم الكلمة حالة واحدة
وطبعا هو انواع منه المبني على الكسر المبني على الفتح على الضم على السكون. نعم. وذلك كلزوم كم ومن السكون. يبقى كان مبني على السكون، من اسم شرط جازم او تستعمله في الاستفهام مبني على السكون. وكلزوم هؤلاء وهذاني وامسي الكسره. هؤلاء اسم هي من على الشرط هؤلاء اسم الاشاره حزاني علم على امراه كل علم على وزن فعالي مبني على الكسر حزاني. والشاعر يقول اذا قالت حزاني فصدقوها فان القول ما قالت حزاني. هذا يعتبر هذا مثل مشهور حزاني هذه كانت امراه يضرب بها المثل في بعد النظر ويقال كانت ترى على بعد ايام كزرقاء اليمامه فضرب بها المثل. نعم. وكلزوم منذ وحيث الضمه. نعم. وكلزوم اين وكيف الفتحه. اين فتح مبني على الفتح، كيف منذ مبني على الضم، منذ وحيث منذ وحيث 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 هذه اشياء مبنيه على الضم. نعم. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. لكن أرجو أن تعرفوا هذه العبارة مهمة جدا، ما الفرق بين ألقاب البناء وألقاب الإعراب؟ ألقاب الإعراب هي الرفع، النصب، الجر، الجسر. ألقاب البناء هي لا تقل الرفع، الضم، الفتح، الكسر، السكون. أيوة أرجو أن نعرف هذا، يعني لا يصح أن أكون مبني على الرفع وإنما أكون مبني على الضم. عظيم، أرجو أن تعرفوا هذا. نعم. وبعد بيان كل هذه الأشياء وبعد بيان كل هذه الأشياء. نعم. لا تعثر عليك معرفة المعرب والمبني. الله. نعم. فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب العوامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلاف. الله. فأنتم هذا يا سيدي؟ بعد ذلك المرة المقبلة إن شاء الله نكثر من القراءة، يعني أرجو أن تستعدوا. نقرأ شوية. عندكم استعداد نقرأ جزء آخر. قليل. بدأ الشيخ يتكلم عن أنواع الإعراب، صفحة كم يا دكتور؟ صفحة 18. طبعا. أنواع الإعراب. نعم. قال: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. نعم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. هذا أمر معروف، فكأن الرفع والنصب يكون للاسم وللفعل، وأما الخفض يكون لمن؟ للاسم، والجزم يكون للفعل. نعم. وأقول: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها. يعني يبين أن الرفع معناه العلو وله علامة أصلية هي الضمة. لكن من الذي ينوب عن الرفع يا شيخ؟ الواو في جمع المذكر وفي الأسماء الخمسة، الألف في المثنى، صح؟ مثلا ثبوت النون في الأفعال الخمسة هذه هي علامة الرفع.
إذن علامة الرفع الأصلية هي الضم، وهناك أشياء تجوب عنها. نعم. وستعرف قريبا ما يجوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، نحو يقوم علي ويصدم البلبل. الله، والإعراب سهل، يقوم إعرابها فعله، فعل مضارع مفعول الضم لتجرده، علي فاعل مرفوع. نعم. ما يصدح؟ نعم. يصدح البلبل، يصدح بمعنى يغني. أنتم تعلمون أن البلبل له صوت جميل، يصدح البلبل يعني يغني. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. بدأ الشيخ يتكلم عن النصب. النصب له علامة أصلية وهي الفتحة. هناك أشياء تنوب عن الفتحة لم يذكرها، منها الياء، صح، بالنسبة لجمع المذكر والمثنى. نعم. ومنها الألف في الميم، في الأسماء الخاصة، صح، هذا عظيم. ومنها حذف الكسرة في جمع المؤنث، صح. ومنها حذف النون بالنسبة للأفعال الخاصة. نعم. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا. نعم. نحو لن أحب الكسل. جميل. وأما القصد لن أحب الكسل، أحب فعل مضارع منصوب بلن، والكسل تعلموها يا جماعة، مفعول به منصوب بالفتحة. وأنت ترى أن النصب دخل على الفعل ودخل على الاسم. وأما القصد فهو في اللغة التسفل. نعم. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. طبعا علامة الخفض الأصلية الكسرة. هناك أشياء تنوب عن الكسرة، منها الياء، الياء في النون، جمع المذكر، المثنى، الأسماء الخمسة التي تقصد بالياء. جميل. ومنها من الذي ينوب عن الكسر بين الياء؟ الفتح، صح، في الممنوع من الصرف، صح. نعم. ولا يكون القصد الا في الاسم، صح. نحو تاملت من الكسول. جميل. تألمت من الكسول، الكسول مجرور بمن. نعم. واما الجزم فهو في اللغه القطع، وفي اصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها. الله، بدا يتكلم عن الجزم. طبعا الجزم له علامه اصليه، فما هي؟ السكون. يختص ذلك بالفعل الصحيح الاخر لم يقل. وهناك اشياء تجوب عن السكون، منها لا حذف حرف العله بالنسبة للأفعال المعتلة، فمن هذا لم يسعى. ومنها حذف النون في الأفعال الخمسة، قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأرجو أن تعرفوا. جميل. نعم. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، نحو لم يفز متكاسلا. نعم. وقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام، قسم أو قسم مشترك. أيوة. بين الأسماء والأفعال، هو هي سادة الرفع والنصب. والنصب. نعم. وهو الرفع والنصب. نعم. وقسم أو قسم مختص بالأسماء. جميل. وهو القفض. نعم. وقسم مختص بالأفعال. بالأفعال. وهو الجزم. نعم. معرفة علامات الإعراب. طبعا نكتفي بهذا، يعني إن شاء الله نكتفي بهذا القدر اليوم، نتعلم عليها ونسأل الله لكم التوفيق يا رب، سرنا في سر النجاة، وارزقنا يا ربنا التوبة والإنابة، وافتح لنا باب القبول والإجابة، يا من دعاه المضطر أجابه، يا من يقول للشيء كن فيكون.
إن شاء الله أرجو أن تستمروا معنا ولا تتخلفوا، وإن شاء الله في النهاية نأخذ إجازة. نحن قرأنا هذا الكتاب على الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى منذ أكثر من 55 سنة، فإن شاء الله نقرأه ونأخذ إجازة في النهاية ونرجو الله رحمه الله تعالى. شرط الغرور الثاني يا سيدي، وانت المسؤول امام الله عنك، صح؟ ونسال الله لكم التوفيق ان شاء الله.